لدينا القيمة المطلقة 2R ناقص 3.25 أصغر من 2.5، والمطلوب هو إيجاد قيمة R. إذن علينا الآن أن نتعامل مع هذه القيمة المطلقة، ولنجري مراجعة صغيرة هنا. إذا أردت أن أقول القيمة المطلقة للسين أقل من 2.5، هذا يعني أن المسافة من سين إلى الصفر أقل من 2.5، ما يعني أن سين أقل من 2.5 وسين أكبر من ناقص 2.5. إذن الآن نقول بأن ممكن أن نفكر في هذا قليلا. إذا أردت تمثيلها على خط الأعداد هنا، مثلا هذا الصفر وهذه 2.5 وهذه ناقص 2.5، وبالتالي هذان العددان هنا يبعدان عن الصفر بمقدار 2.5، لأننا نتحدث هنا عن القيمة المطلقة لسين أقل من 2.5. وإذن الجواب الصحيح لهذه العبارتان هي الأعداد المحصورة أو الموجودة في المنتصف ما بين العددين ناقص 2.5 و2.5، كما أضعهما هنا باللون الأزرق، وهذا ما تعنيه بالضبط هذه العبارة. إذن هنا نقول أن إذا كانت القيمة المطلقة في اتجاه آخر، أي أنها كانت أكبر من 2.5، فستكون الأعداد في المنطقة الخارجية هي الحل. الآن نحن نتعامل مع حالة أقل من أو أصغر من، لذا دعونا نجد قيمة 2R ناقص 3.25. ما نقوم به الآن، يمكن أن نكتب هذه العبارة على شكل 2R ناقص 3.25 أقل من أو أصغر من 2.5، وأيضا 2R ناقص 3.25 هي أكبر من سالب 2.5. نفس الحالة هنا، دعوني أرسم هنا خط حتى لا أربككم. نفس الشيء هنا، هذا المقدار الموجود هنا سيكون بين سالب 2.5 و2.5، إذن محصور ما بين هذان العددان، إذن هو أقل من 2.5 وأكبر من ناقص 2.5. هذا كل ما كتبته. الآن دعونا نقوم بحل كل واحدة على حدة. حسنا، لقد عرفتم من قبل أنني لا أحب الأعداد المختلطة، ولكنني أو الأعداد الكسرية، فسأقوم الآن بتحويلها إلى كسور غير صحيحة. الآن أعيد كتابتها على شكل 2R ناقص 3 ضرب 4 يساوي 12 زائد 1 يساوي 13، إذن 13 على 4 هنا، إذن 2R ناقص 13 على 4 أقل من 2 ضرب 2 4 زائد 1 5 على 2. وأيضا هنا نفس الشيء أفعل في هذه الجهة، نقول أن 2R ناقص 13 على 4 أكبر من ناقص 5 على 2. حسنا، دعونا الآن نقوم بحل كل واحدة على حدة. أسهل طريقة للتخلص من الكسور هي أن نضرب جميع أجزاء المعادلة بأربعة، وبهذا نتخلص من الكسور. لنفعل ذلك دعوني أتحرك قليلا هنا. نعم، أضرب بأربعة بطرفي المعادلة، ولدي هنا سيصبح 8R وأربعة تختصر مع أربعة لتصبح ناقص 13 أقل من، لدينا هنا 5 ضرب 4 تساوي 20 تقسيم 2 يساوي 10، أليس كذلك؟ إذن نحصل هنا عندما نختصر على 10، إذن لدينا 8R ناقص 13 أقل من 10. الآن باستطاعتنا إضافة 13 لجزئي المعادلة، وهنا تصبح النتيجة اللي نتخلص من 13 تصبح هنا تلغي بعضها 8R أقل من 23.
الآن نريد R وحدها، إذا نقسم على 8 لطرفي المعادلة فتلغي هذه بعضها ويتبقى لدي R أقل من 23 على 8، إذا أقل من 23 على 8، أو ممكن أن نكتب على شكل آخر، هنا يمكن أن نكتب على شكل عدد مختلط R أقل من 2.7 على 8، يمكن أن تحسبوها فستجدون أنها نفس الناتج. إذن لدينا R أقل من 2.7 على 8. الآن لنحاول أن نحل الجزء الآخر، لأن هنا المعادلة تعني الجزئين معا. إذن لدينا هنا أيضا سنضرب طرفي المعادلة بأربعة، وإذا كنتم لا تعرفون ما هي R فهي أحد الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. لنكمل، إذن يصبح لدينا 8 R ناقص 13 أكبر من ناقص 10. الآن نضيف 13 إلى طرفي المعادلة وليصبح لدينا هنا 8 R، وهذه تلغي بعضها، 8 R هنا أكبر من ناقص 10 زائد 13 يساوي 3. أو هنا نقسم أيضا طرفي المعادلة على 8 ليتبقى لدينا R أكبر من 3 على 8. إذن في الحالتين لدينا R أصغر من 2.7 على 8 و R أكبر من 3 على 8، ويمكن كتابتها هكذا على هذا الشكل: R أكبر من 3 على 8 ولدينا R أصغر من 2.7 على 8. إذا أردنا تمثيل ذلك على خط الأعداد، وهذا ما سأفعله، هذا خط الأعداد هنا باللون الأصفر، وهذا لدينا الصفر ثم 1 2 3. الآن لدينا 2.7 على 8، أي أن R أقل من 2.7 على 8، ولنقل أنها هنا، هذه قيمة 2.7 على 8، ونريد قيمة 3 على 8، نفترض أنها هنا على خط الأعداد، وجميع ما بينهما أو ما في الوسط يعتبر حل صحيح. إذن هذا في اللون الأزرق هو حل صحيح ل العبارة. دعونا نجرب أحد الأرقام، لنجرب 1 مثلا. 2 ضرب 1 هنا 2 ضرب 1 ناقص 3.25، 2 ضرب 1 2 ناقص 3.25، كم الناتج يكون لدينا هنا؟ حسنا، 3.25 ناقص 2 يساوي 1.25، إذا الناتج هو ناقص 1.25، والمطلوب هنا القيمة المطلقة لهذا الناتج. إذا نأخذ القيمة المطلقة وهي تساوي 1.25، وهي لا تزال أقل من 2.5، إذا الجواب صحيح. دعونا نجرب عدد آخر، لنجرب الصفر، والصفر هنا ما يحدث إذا وضعنا الصفر هنا وهو خارج منطقة الحل الصحيح. هنا 2 ضرب 0 يساوي 0 ناقص 3.25 يساوي ناقص 3.25، والقيمة المطلقة لها تساوي 3.25، وهي ليست أقل من 2.5، وهذا غير صحيح. إذن لأن الصفر يقع خارج المنطقة لم يكن لدينا جوابا صحيحا. دعونا نجرب مثلا معادلة أو رقم آخر، ليكن مثلا الاثنان، 2 ضرب 2 يساوي 4 ناقص 3.25 يساوي 3.25، وهي أقل من 2.5، إذن هناك الجواب صحيح، وهكذا أنجزنا الحل.